وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبكل بركة ومحبة. انطلق هذا الشوط، الشوط الثاني عشر للقعدان اللي جاية، وانطلاقة أشواط أصحاب سمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه من خلال انطلاقات هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. بدأ هذا الشوط وانطلقت هذه الشعارات الكبيرة للمؤسسات العملاقة. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أتقدم مع البداية أتابع والراد يتقدم هنا والراد لهجن الشحانية، ويتابع محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن ثاني المراكز أتابع في هذه اللحظات القادم ملهم لهجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي من يتابع لنا هذه الانطلاقة مع ثاني المراكز ملهم. إذن بينما المركز الثالث أتابع في هذه اللحظات الأسد لهجن العاصفة، يتابع في هذه اللحظات غياث الهلالي متابعا لانطلاقة الأسد على ثالث المراكز المركز الرابع. أتابع مشاهدينا ومتابع تابعين الأعزاء، يتقدم مربوش وهجن العاصفة أيضا يتابع غياث الهلال، بينما المركز الخامس الله يا سلام يا سلام يا سلام متعب يتقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. إذا سعيد بن محمد من بن مروشد من يتواجد في التضمير والعلم العناية والمتابعة. ولكن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا النداء للخمسة المراكز الأولى المتقدمين والباحثين عن الفوز وعن الناموس، والسيارة تنتظر واحدا من بين هذه الشعارات الكبيرة. مشاهدينا الكرام، جائزة هذا الشوط نذكر بأنها نيسان باترول بيكاب، ينتظر واحدا من بين الأسماء واحدا من بين الشعارات. ولكن من غير هنا وانطلق. أتابع في هذه اللحظات الأسد يحتل المقدمة لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتابع، غياث يراقب، ولكن حصل تغيير في هذه اللحظات من قبل متعب ليتسلل إلى المركز الأول. يقدم هنا تعود ملكية متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ويتواجد في التضمير سعيد بن محمد بن مروشد. مشاهدينا الكرام، المتعب الصغير الله يا سلام من يتقدم في العناية والتضمير هنا مع المقدمة. ثانيا يتواجد الأسد لهجن العاصفة، غيات الهلالي يتواجد أيضا كمضمر ومتابع لهذا الشعار العملاق. المركز الثالث وصول في هذه اللحظات من قبل ملهم لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي. الله الله أيضا هنا مع رابع المراكز في هذه اللحظات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، سراب
لسمو الشيخ سلطان بن زايد. أحمد بن خلفان بالصايغ من يتواجد في التضمير والعناية. ولكن أيضا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هي من أتت في هذه اللحظات هنا وصول أيضا من هجن الرئاسة. مشاهدينا الكرام سمران محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهري الله المجازف بدأ يتحرك وينطلق مع شعار هجن الرئاسة. يا سلام. إذا نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول يا مخرجنا. إذا سمران تولى القيادة في هذه اللحظات لينطلق في هنا في هذه اللحظات مع هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون. 1200 ما تفصلنا عن السيارة وعن الفوز. يا سلام. وسمران يتولى القيادة يتولى الريادة في هذه اللحظات وينطلق هنا مع شعار هجن الرئاسة ويقدم محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهري المركز الثاني. ايضا متابعينا الكرام وصول في هذه اللحظات ملهم لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي المركز الثالث. ايضا الله يا متعب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ايضا سعيد بن محمد بن مراشد الله ايضا يقدم متعب. وهجن العاصفة قادمة مع غياث الهلالي في هذه اللحظات. ولكن اذا نعود الى مقدمة الشوط اعود الى المركز الاول. سمران يتقدم لهجن الرئاسة يقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهري. راح المجازف للسيارة. يا سلام يا سلام على هجن الرئاسة انطلقت في هذه اللحظات والمجازف المبدع دائما. سلام لدولة الإمارات. سلام على هذا الفوز مع سمران لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهر المجازف. راح بالفوز والسيارة تانيلة والناموس لهجن الرئاسة. المركز الثاني وصل متعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الثالث. وصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام ملهم لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيب المركز الرابع. وصل سياف لهجن الشحنية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الخامس. وصل غازي لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي. إذا تهانينا لهجن الرئاسة وأيضا للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني ولحظات وصول سمران 7:30 جزئين من الثاني. إذا تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز. المركز الثاني ولحظات وصوله اللي هو متعب 7:32 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث من وصل سياف لهجن الشحنية لهجن الرئاسة من وصل مع المركز الثالث. توقيته الزمني ولحظة وصوله مشاهدين الكرام 7:33 8:08 من الثانية. ملهم لهجن الرئاسة. إذا تهانينا.